الرياضه الحمراء برضو ليها رونقها كده، عشان كده تلاقوا النجوم اول ما بينزلوا هم داخلين عليها فيها نفخ حلوه كده. وبعدين تقف هنا بقى عشان تاخد الصوره الجميله بتاعتك. بس الصوره الجميله دي بقى تقعد بقى تلاقيها على السوشيال ميديا والحاجات الظريفه دي، عشان غالبا ما بتشوفهاش منهم. انما لازم احيي بصراحه التغطيه اللي موجوده، كم الصحافه والقنوات التلفزيونيه. تعال كده بص بصه بص بصه بص بصه كده ولا كده بص بص ما شاء الله تغطيه عظيمه. احنا النهارده في مهرجان فريد من نوعه ومهم جدا، مهرجان القاهره للدراما المقام في مركز المناره للمؤتمرات الدوليه. المهرجان ده الحقيقه طال انتظاره. احنا عندنا مهرجانات سينما كتير، ان كان مهرجان القاهره السينمائي الدولي، مهرجان الاقصر، مهرجان اسوان، الاسكندريه، وفي بعض المهرجانات ايضا مهتمه بالشان الدرامي او محتوى الدرامي. انما هذا المهرجان ليه بقول طال انتظاره؟ لانه مهم جدا. الدراما يعني عمل فني بيدخل كل بيت بدون استئذان، ولما العمل الفني ده يكون قوي ومحتواه قوي وموضوعه مهم بيسيب بصمه قويه جدا، وبيسيب تاثير على مستوى الفرد والاسره والعيله والمجتمع. وبالتالي لما يبقى فيه سباق حميد ومنافسة حميدة كلها بتسعى هذه المنافسة انها تصب في الآخر على لحظة التكريم، دي من اللحظات المهمة جدا لكل فنان. والحقيقة ان احنا هنا في هذا المهرجان مش بصدد تكريمات فقط للفنانين او افضل مسلسل او افضل مسلسل كوميدي او افضل مخرج او افضل موسيقى تصويرية او افضل تتر، لا، كمان في تكريمات لافضل أسطى، الناس العظيمة اللي ورا الكاميرا اللي بتبذل مجهود كبير جدا لا يقل عن المجهود اللي بيبذله أي نجم أو سيناريست ومؤلف أو ومخرج. وبالتالي لهذا السبب هذا المهرجان بالغ الأهمية وفرصة في دورته الأولى النهاردة إن احنا نحتفل بيه مع بعض عشان نهنئ نقابة المهن التمثيلية إنها كانت صاحبة فكرة إقامة هذا المهرجان. وطبعاً وأنا بطلع على السلم بظهري ده تحدي في حد ذاته إن أنا ما أقعش عشان بقاش شكلي وحش وأنا بكلم حضراتكم. فعايز أرحب بحضراتكم معانا النهاردة في هذا الحدث الفريد، مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى.